كم دقيقتين باخذ معاه لقاء وبيرجع لكم. طيب بس الف مبروك. بس عندنا امور طيبه كذا. استاذ يبارك فيك حبيبي، الله يبارك فيك. موسم خرافي بالنسبه لك اكيد. شو اسمه ده، اول شيء نحمد الله عز وجل على هذه البطوله غاليه، واحب اشكر جمهورنا اللي حضر اليوم، اقول لهم والله انكم تستاهلوا، تستاهلوا كل خير، والله يعطيكم العافيه. واكيد تاخذ بطوله ملك موسم اكيد انها من يعني افضل بطوله، اغلى بطوله يعني، اللهم لك الحمد. كيف كانت مباراه اليوم؟ خصوصا انك عدك وقاعد تناظر الفريق كامل. والله مباريات النهائيات دائما 50-50، تعرف ما تدري مين اللي يفوز مين اللي، لكن الشوط الاول ما كنا في الفورمه، الشوط الثاني الحمد لله عدلنا وضاعنا، الا الحمد قدرنا اننا نسجل هدفين، والاهم دائما الفوز مو المهم. ايش كانت كلمه المدرب بين الشوطين؟ كلمه المدرب بين الشوطين اننا قادرين نعوض، يعني المدرب كان يقول لنا دائما انتم عودتوني انكم تكونوا رجال في الملعب، واثبت والعيال ما شاء الله تبارك الله اثبتوا ذلك والحمد لله. تكلم عن تمثيل المنتخب، بطوله، عبد الفتاح قاعد يصعد بشكل كويس. والله الحمد لله على توفيق من الله عز وجل، واكيد اي لاعب واي واحد يتمنى انه يمثل المنتخب، وان شاء الله في القادم بمثل باذن الله.